معكم زين ومبروك. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو شبح القاعده، رانا رايحين نديرو تشراك المسكر. راني حنبدل شويه في الوصفه، ندخل عليها شويه تاع السمن باش يجي مبسس ويداين، راهو رايح يجي اكثر من رائع. نجوزو للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. البدايه راهي رايحه تكون بعبار تاع ليدان، عندي سمن فوق نص الكميه وكملتها بالزبده، راهم مي فريمون دايبين. نضيف عليها ثلاثه عبارات تاع الفارينه بنفس العبار. العبار الاول كان سمن اكثر من الزبده، ودوكا ثلاثه عبارات درت. بديت بليدان باش نحي كامل واش حيقعد هنا، ما نخليش هكداك معمر بليدان. هكذا ندير ثلاثه فارينه مغرفة تاع بودرة الحليب مع مغرفة تاع السكر الناعم ورشة تاع الملح ولباني. نبسس كامل هاد المقادير ونجيب ماء مع ماء الزهر يكونوا دافيين. الفارينة تاعي تيبت لبست كامل بليدام، راهي هايلة. نبدأ نبل وين تحصل على عجينة تكون طرية ولكن ماشي جارية. هاكا طميت كامل العجينة ديالي، شوفوا القوام تاعها، ما لازمش يكون فيها تشققات، طرية هايلة. نخليها في كيس ونجوزو نحضروا العقدة. باش نحضر العقدة عندي 3 كيلة تاع اللوز ندشش مي فريمون رقيق ولكن ماشي غبرة، عندي نص كيلة تاع السكر، رشة تاع القرفة، شوية تاع السمن، نقدرو نزيدو لافاني حيكون بنة هايلة. ندير هنايا فوق السكر شوية تاع ماء الزهر هنا فوق السكر، هكذا نخليه يتعسل بيان بيان وحدو هكذايا. ومن بعد هاكو تشوفو تمتم تمتم يدوب. نبدا نلم، بالاكو تجروها، ما تعتمدوش على السائل وانما اعتمدوا على العجين، هكذا حتجيكم هايله. شوفوا ليا كي عطيت لها الوقت تاع العجين ولات كره هايله، شوفوا فريمون هايله. العجينه ديالي بردت، وجدتها البارح معاكم في الليل في الصبيحه بردت راهي تاهي، رطبتها هكا بين يديا وزنتها 35 غرام. والعقده تاع اللوز معسله وتشهي، شوفوا ليا مي فريمون معسله وتشهي، قنبيتها وزنتها 15 غرام، تقدروا من 12 حتى ل 15. نقول بسم الله ديما ديما. الكره نسخنها هكا في يديا ونعطيها هكذا شكل طويل اوب هكذايا، وناخذ الحليول ونعطيها شكل طولي نوعا ما اوب، ونزيد لها شكل طول وعرض هكا تحصل على مربع. نقدروا هذاك ان كوباد نسقمو هكذايا، وهنايا بيان سور نزيدو توجور نرققو العقده ديالي اللي راهي تشهي، ونحطها هنايا في الاسفل في النص، نخليها شويه بومبي هنا في الوسط، وهنايا نمشي ونبدا بالكوبات. حيعاوني بزاف بزاف نلصقها الجهه السفليه مع اللوز هكذا، نلصقها ونوقفها ونبدا هنا نزيد نرقق عجينه باتت راهي هايله، ونخرج الهواء هنا ما كاش كاع هواء، شوفوا كاع ما كاش الهواء في هذه المرحله، تاكد بلي ما كاش الهواء. نغلق ندور ونغلق ونسودي هذه الجهه بيان، لازم نتاكد باللي مسوديه يعني، سينو الفتحه ما تكونوا قالبينها حتى ترتق. هذه هي، نتاكدوا باللي اون بيان سودي هاد الجهه، ونبدا نعطيها الشكل تاع الهلال هذاك اللي يجي يشهي، وكل وحده عندها الهلال ديالها يعني باش نتفاهموا، هلال ما يشبه الهلال. شوفوا ليا هكذا انا واش راني ندير، نرقق الاطراف وهنايا راني نعطيها شكل مقبب، ومن بعد نشوفوا هنا هي الفتحه هاي هنا نتاكد باللي راهي بيان هكذا اوب وين راهي هاي ليك. نغلق، هذه هي، ناخذ كره نسخنوها في يدينا
نعطوها شكل طولي هكذايا، ما استعملتش كامل الفرينة. عجينة مريحة وبيتها في الثلاجة مغطية بفيلم غذائي، راهي محدها تمشي. شوفوا ليا هكذا، نرقق هاد الجهة الفوقانية، ناخد العقدة نحطها في الأسفل، نمشي حتى للطرف هكذا، نخليها مقببة هنا في الوسط، وهنايا نمشي شوية بالكوبات. بيان سور هاد الجهة ضروري نلصقها هنا هاك مع اللوز تلصق، وهنا راهي مقببة، نخرج الهواء. هاد الجهة هي المهمة، ما يكونش فيها أبدا الهواء. أوب هكذا، شوفوا ليا الفتحة هادي عجينة، ما عندي ما نخاف، جو سود بيان بيان هكذايا، هاي ليك. كملت الحبيبات ديالي كيما راكم تشوفوا، راهم في ان بلاطو، وحده قدام وحده يشهيو. خديت ان كوردون، كل حبيبه ندير لها هكذايا ثلاثه تاع الثقوب، اوب بسم الله، باش يتهواو وما يتكلطاوش. الفرن هاو ساخن على 200 درجه، ندخلو للرف الوسطاني على 170 درجه. لازم ضروري تحمروهم من الفوق، شعلوا لهم يتحمروا بالطبع. هذه هي شارك تاعي، راهو يطيب، نخليه يبرد ضروري بات باش نبدا نسكرو ونحضر دوكا هذاك لو سيغو. عندي عبار تاع السكر كريستاليزي مع نفس العبار، مزيج بين ماء وماء الزهر، نحطهم في كسرونه غير يبداو يغلو، نحسب لهم 10 دقائق. شارك ديالي برد ولو سيغو ديالي برد وكل حاجه راهي موزونه. نجي نحطو في السيغو هكذا غير واش لازم، ونقطرو هكذا، ومن بعد عندي سكر الناعم بيان سور مغربل، نحط في حاجه واسعه وندير شويه تاع لافاني، ولازم يكون كيس تاع سكر جديد حتسكروا به، ما يكونش فيه الرطوبه. هذه هي هكذايا، ناخذ الحبه، اذا كاين زوائد بيان سور ما نخلوش بزاف هكا تاع لو سيغو فيها، ونحطو ونزيدو نغربلو من الفوق السكر بيان سور، ومن داك نجو نقلبو ونتحفو هكذا. السكر تاعنا حيكون بزاف شباب. شارك المسكر لنهار اليوم كيما راكو تشوفو، يشعل شباب، يشهي حبة على حبة، سكر تاعو بالطبع، خلينا حتى وين برد، ومن بعد غطسنا في لو سيغو. سيغو اللي موالفين نحضروه غير مزهار مع شوية تاع السكر ناعم والمايزينا. اليوم حبيت نبدل، طيبت ان سيغو وغطست فيه، كيما راكو تشوفوا النتيجة قدامكم، اتشهي، جربوه حتفرحوا بزاف بزاف به. نتمنى تجربوا الوصفة وتفرحوا بها. هاد المرة درناه مزيج بين سمن وزبدة، عطانا بنة هايلة صدقوني. حبيت نوري لكم النتيجة عن قرب، شوفوا ليا يتفتت وحده، شوفوا لاكوش تاع اللوز الله يبارك، والطبقة تاع السكر غير قليلة غير واش لازم، رائع. جربوها الوصفة حتفرحوا بزاف بها، وانضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.